إلى ذلك شهدت الجلسة الختامية لعماد المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي إقرار توصية بشجب واستنكار كل التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية الداخلية، وعلى وجه الخصوص التدخلات الإيرانية في اليمن والبحرين واحتلال الجزر الإماراتية والتدخلات في باقي الدول العربية. هذا وأكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على أهمية المشاركة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وخرج الاجتماع بتوصية من شأنها تعزيز سبل الوحدة والتماسك العربي في مواجهة مختلف التحديات، وعلى رأسها الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله، ووضع حد لكل أشكال التوتر والصراع والعنف في الوطن العربي، وإيجاد إطار اقتصادي مشترك دعم الاقتصاد العربي. كما حيى المؤتمر المجموعة الجيوسياسية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي والجهد المثمر للكويت والبحرين وفلسطين في إقناع برلماني العالم بعزل وإدانة قرار الإدارة الأمريكية الذي يمس بالوضع الاعتباري والقانوني لمدينة القدس. وخلال تشكيل لجان الاتحاد البرلماني العربي التي سبقت الجلسة الختامية للمؤتمر، تم تزكية وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لرئاسة لجنة المرأة والطفولة بالاتحاد للدورة الحالية. وللحديث عن مشاركة الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب جمال داوود عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، بداية لك أن تحدثنا عن المشاركة البحرينية في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. طبعا ما في شك بأن يعني المشاركة لوفد البحرين البرلماني يمثل الغرفتين مجلس النواب وأيضا مجلس الشورى كان له دور فعال وأسهامات كبيرة على مختلف اللجان المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي وكذلك المؤتمر العام لهذا الاتحاد، بحيث أن كانت هناك خمس لجان وشارك الوفد البحريني فيها الخمس لجان على مدى اليومين الماضيين، وفي عدد من هذه اللجان تم ترأس الجلسات اللجنة القانونية ولجنة المرأة وكذلك اللجنة المالية، بحيث أن تم تداول جميع ما هو مطروح على جداول أعمال المؤتمر والتوصل إلى نتائج كانت إيجابية، خاصة في الدعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وحميتها بين تتواصل وتستمر، وكذلك المواقف العربية باتجاه التدخلات في الوطن العربي خاصة تدخلات في إيران والأعمال الإرهابية التي تتم ممارستها سواء في البحرين أو السعودية، وكذلك إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين والإيرانيين من داخل اليمن إلى الأراضي السعودية واستهداف الأراضي السعودية والمواطنين السعوديين، وكان هذا رفضا وإدانة واستنكار شديد، وكذلك العمل على مواجهة مثل هذه التصرفات الأعمال دوليا بحيث حث المجتمع الدولي على اتخاذ المواقف البناءة ضد مثل هذه الممارسات العدوانية والعدائية المستمرة على الأرض السعودية. نعم. وكذلك كان أيضا في الختام تم توزيع جوائز بحيث أن تم منح معالي رئيس المجلس أحمد بن إبراهيم ملا جائزة التميز البرلماني من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى جائزة التميز البرلماني لأحد أعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب وهو حسن العلوي، وكان طبعا لها مواقف كبيرة وإشادة من قبل الاتحاد والدول الأعضاء البحرين لمواقفها الدولية والعربية في الجوانب البرلمانية. نعم سعادة النائب، ما هي أبرز توصيات اجتماع الاتحاد البرلماني العربي؟ طبعا التوصيات كانت شاملة جميع اللجان، بالنسبة لي يعني اللجنة القانونية كان لهم توصياتهم بشأن الأوضاع الاتحاد وكذلك تطوير عمل الاتحاد بحيث يتناسب مع التطورات البرلمانية العالمية الدولية بشكل خاص، وفي اللجنة المالية أيضا هناك أيضا مراجعة شاملة لموضوع الميزانية ومواقف الدول باتجاه دعم الاتحاد بأن يكون له دور بارز بشكل أكثر. في اللجنة المرأة والطفل
هناك ايضا اهتمام اكبر بالمراه والحث على ان تكون هناك التشريعات في الوطن العربي داعمه للمراه ومسانده لها ودافعه ومحفزه لان يكون للمراه دور اكبر في المجتمع العربي، المجتمعات العربيه ككل. وبالاضافه الى ان هناك المؤتمر البرلماني البرلمانيات العربيات الذي يعني كان من المفترض ان يعقد في 2018، وقد تم توجيه الدعوه لاستضافه هذا المؤتمر في البحرين لما له من شان كبير بالنسبه للمراه البحرينيه والمراه العربيه على السواء. وكذلك في الجانب السياسي فقد تم اشرنا الى ان هناك مواقف وتاكيد على العمل البرلماني بشان رفض وادانه جميع الاعمال العدائيه والارهابيه، وكذلك الحث على مواجهه الارهاب بجميع اشكاله. وهناك ايضا الدعم والتاكيد على الجهود التي تقوم بها بعض الدول خاصه دوله الكويت الشقيقه وسلطنه عمان ومصر، كذلك من اجل رأب الصدع بين بعض الدول العربيه وايجاد الحلول المناسبه وانهاء الخلافات فيما بينها لضمان مواقفها. نعم، من القاهره سعاده النائب جمال داوود عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.